بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اكيد انا سعيد جدا النهارده على الماتش النهارده، الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا. وماتش كان صعب جدا طبعا، ان احنا خسرنا معانا منهم في المجموعه، لكن الحمد لله ربنا كرمنا وحفظناهم كويس وذاكرناهم كويس اليومين اللي فاتوا دول، وكل الفرق كانت قلبها على قلب راجل واحد، والحمد لله رب العالمين. زي ما انتم شايفين الحمد لله، يعني الدنيا كلها اللي كان بيلعب واللي كان ما بيلعبش كلنا كنا على قلب واحد على رجل واحد يعني، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا النهارده. البطوله كانت بالنسبه لي كانت غاليه جدا بالنسبه لي، ان كانت مهمه جدا، كانت ثلاث نسخ ما كسبناهمش، لكن الحمد لله ربنا كرمنا المره دي وكسبنا الحمد لله في ارضنا. اختيار التوقيت لاعتزال دلوقتي اشمعنى دلوقتي؟ حاجات كتير والله، يعني حاجات كتيره بس مش هينفع اتكلم فيها دلوقتي في الوقت المناسب يعني، لكن مش موضوع حاجه معينه يعني، لكن في حاجات كتيره. انا ما بحبش العب في جو مش نظيف، لكن الحمد لله يعني ده كان ربنا، هي جت كده يعني، حتى ما كنتش مرتب لها ولا حاجه، لكن هي انا شايف ان دي كانت الفرصه المناسبه اللي انا اعتزل فيها دولي دلوقتي يعني. يا شباب يا فيديو احمد صلاح، بس